تعتبر بطة الرجل كما يطلق البعض عليها عضلة السمانة من أصعب العضلات من حيث النمو، كما تعد نقطة الضعف للكثير من الرجال والنساء، وهذا يرجع إلى عدة أسباب أهمها وراثية أو عدم الاهتمام بها. والتمرين اللي احنا حطيناه كتير بسيط، بتقدر السيدات والرجال يمارسوه بالبيت بدون أي تكلفة إضافية. أما التمرين الثاني فهو يستهدف العضلة الخلفية للفخذ والمؤخرة، وهذا التمرين البسيط يقوي هذه العضلة ولا يحتاج أي جهد. أصدقائي الغوالي، العضلة النائمة الكل بيعاني منها لأنه عضلة غير متحركة. هالتمرين بيحركها وبيحفزها، بسيط وفينا منساوي بالبيت. 3 دقائق فقط في اليوم من أحد تمارين الكاريتو المختلفة رح تعطيكي سيدتي نتائج رائعة بالمزاج، بحرق السعرات الحرارية، وتحصلي على جسم مثالي. شوف التمرين شو سهل. أما التمرين الخامس يستهدف عضلة الصدر، ومثل ما تعودنا بهيدا الفيديو نستخدم فقط الكرسي. التمرين السادس موجه لشد ترهلات الزند. لاحظوا حركة بسيطة وبتنحل القصة. كل الصبايا رح يحبوا هالتمرين لشد المؤخرة والفخذين، وما بيتطلب منا إلا 8 مرات على 3 مراحل باليوم، والنتيجة روعة. والتمرين الثامن موجه للعضلات الداخلية ما بين الفخذين، شدتهم بكل سهولة باستخدام الكرسي. تمارين نحت القصر كتير متنوعة، لكن التمرين باستخدام الكرسي مريح جدا، فيها كل الصبايا بيعملوا. وصلنا على التمرين الأخير، التمرين العاشر باستخدام الكرسي، تمرين لشد البطن والمعدة خلال دقيقة واحدة لمدة 3 مرات، ورح نحصل على نتائج حلوة. وما تنسوا إنكم تعملوا رجيم وتقطعوا السكر وتشربوا مي منيح. أصدقائي بتشكر متابعتكم، بتمنى لكم الصحة، وما تنسوا أي موضوع بتحبوا نحكي فيه بالتغذية العلاجية تابعوني. معكم لبينا رحيل، خبيرة التغذية العلاجية. محبتي، بدعيكم للاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.